انا دايما بفكركم بالشروط اللي بتخلي حقن الإزابة تنجح، يعني بتخلي واحدة كل 5 ستات تنفع لهم حقن الإزابة. لو انا عملت الخمسة اللي يطلبوا واحدة بس اللي نجحت، يبقى سمعة حقن الإزابة وحش، يبقى اكيد دي كلام فارغ. لكن لو اخترت واحدة بس من الخمسة اللي هي ينفع لها، ايه بقى الشروط دي؟ مش عايزين سمنة في الجسم كله، عايزين سمنة موضعية، نمرة واحد. الدهون ما تبقاش كتيرة قوي، يعني متجمعة وأماكن محددة وكمية مش ضخمة قوي، والجلد يكون فوقيها مش مترهل، وفي نفس الوقت يكون السن أصغر. يبقى لو واحدة سنها صغير، شروط 24 سنة ينفع لها طبعا، عندها سمنة في حتة محددة زي الأرداف، الجلد مش مترهل، هي بتقول مترهل لكن هيبان من الكشف، والدهون مش كتيرة قوي في المنطقة دي، يبقى نقدر ناخد نتيجة هايلة. نعمل حقن الإزابة، أنا ما بتكلمش على الميزوثيرابي، بتكلم على حقن إزابة الدهون. حقن إزابة الدهون هتتاخد بالطريقة بتاعتها اللي هي بتتعمل جلسة كل 6 أسابيع مثلا أو كل شهرين، وناخد المقاس الأول وبندي النصايح الهامة، لأنه أنا دايما مش هتعب ومش هزهق أقول هي الحقن دي بتعمل إيه. الحقن كل اللي بتعمله إنها بتهضم الدهون، هي نفس تركيبة المادة اللي حضرتك بتاخدها بتهضم بيها الدهون اللي بتاكلها. فلما بحينا موضعيا هتمسك الخلايا الدهنيه دي تخش جواها تهضم الدهون اللي فيها وتطلعها من الخلايا على هيئه دهون مهضومه، وبتتشال وبتمشي في الدم زي الدهون المهضومه اللي طلعت من الامعاء وماشيه في الدم، يبقى جاهزه للاستخدام، جاهزه ان حضرتك اللي عملتي الحقن تحرقيها، هي مش هتنزل الا اذا انت حرقتيها. طب افرض ما حرقتهاش، ما عملتش التعليمات اللازمه، هتروح تتخزن في حته تانية، يبقى انا نقلت الدهون من حته لحته. فاللي بيعمل حقن الدهون بتاخد وقت، عشان كده تدي الحقنك كل 6 أسابيع كل 8 أسابيع كمية الحقن التي تتناسب مع حجم الدهون الموجودة، ساعتها الجسم يتصرف في الدهون ويحرقها. بقت الدهون بدل ما هي طالعة من الفريزر مجمدة ومتخزنة في الأرداف الجسم مش عارف يحرقها، لا دي اتهضمت، بقت طالعة من الميكروويف طازة وجاهزة ان تتحرق بالرياضة وبالحركة وبقلة العشاء.